خوي قولا فرمي ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا دنگ برز نكي تولي نيجا دنگ يجنزم نكي خدا قال لخو النبي وسط لون يواندا إن أحدكم إنما يناجي ربه همو يشي اللي إيوك دوسن لنيجا شبأك لقال خوي خوتا يشبع يعني بخطو خجو لخوبي بلام نابي بوشو يجبرز بفلا ترفعوا أصواتكم بالقرآن دنگ برز ما كانوا بقرآن خيان دن يؤذي بعضكم بعضا لم يجلم تيك إلى راس ولا يشي تيك إلى الشب بس شو هيك خوج ولا خوبي وتنها إذا صليتم فلا تلتفتوا نيشتان كذا نكن آور بنو بلا راس وشفا آوايك توس فإن الله ينصب وجهه لوجه العبد في الصلاة ما لم يلتفت شك خدا طربا بروي دنيا بروي بندكي ولا نيجا بمرجع آوا نكا أي قال وايكر انصرف عنه خوي يقول نيجا كيه مالك أوريتينك بو ابو اورد دایو بل راست شد لبر او دعوی لیا کردوی لبر دم نیجی کسی شو نرویو بی ادب یه زور گوری اشکاو پیون دیلگا خواهی راست خو لو یعلم المار و بین یدی المصلی ماذا علی او کسی ببر دم نیجی شکار را بان قصد اگر بزانی چن تاوان بارا پی خوش چل حفته و چل مانگو یا چل صلب و سی بز ببر دم نرو عبدالله کوری عملی کوری عزا فرمی والله لین یکونا الرجول رمادا يذرى به والله مرا بسوتيان دي ببيت قرب روتو بيت التوزي بابردو باشتر لوي يمر بين يدي رجل متعمدا وهو يصلي لا بردم نجي شيك وبرا بان قص كاتي ونجك خيال يعني انا جاري ابو اخوي اي بو ويكن يجك هكا اخوي امام ابن مسعود فرمي فلا تدري فانه يطرح شطر صلاتي كما ابو شني ابن مسعود کسی بان قصد به بردم تاروی نیوی نیجه که روی دوائی لیا کردوی چاود برز نکی تو لکاتی نیجه برو عاسمان ما بالو اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء لکاتی شیا لکاتی دعای تحیاتا و لکاتی سمی الله لمن حمیده چکا توسیلی چیه که خواه بران برتا کواتی چیه گوله تره لخواه بالا دست و برست تره بترسی روی او کسی واکا ان یلتمی عینا خدا هدو شایو شرک و نابینک پیش روی برانبر خواه خود پیوند یکا بگرید و اثنی نویش بکی اگر لطفو بلغم ببرو روی قبله اذا كان احدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجه المصلي اذا صلى نكت او خواب انا من بات فيك برو روی قبله شك خدا لروتان دايا للرواية دوان فإن ربه بينه وبين القبلة لن يوان توخ